عناوين الأخبار. انطلاق أشغال إنجاز 1535 مسكن لفائدة محدودي الدخل بالفجة من منوبة. بلدية رادس تنفذ 5 قرارات هدم. اكتشاف 400 مسكن مشيد دون ترخيص في المرسى. البحث في سبل التسريع في توفير مخزون عقاري بولاية جابس. تواصل إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بسيدي بوزيد. وفود عالمية أجنبية تحل بتوزر للترويج لمنتوجها السياحية. الملتقى الدولي للنقل العمودي تونيزي إليفاتور 2016 من 23 إلى 25 نوفمبر بمقر أوتيكا بتونس. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار. انطلاق أشغال إنجاز 1535 مسكن لفائدة محدودي الدخل بالفجة من ولاية منوبة. تشهد منطقة الفجة بمعتمدية المرنقية من ولاية منوبة انطلاق أشغال إنجاز أحد مكونات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالجهة، والمتمثلي في بناء 1535 مسكن فردي وجماعي لفائدة العائلات الضعيفة ومحدودة الدخل بكلفة 1,000,000 دينار. بلدية رادس تنفذ 5 قرارات هدم. قام أعوان الشرطة البلدية برادس يوم الاثنين 14 من نوفمبر الجاري بحملة كبرى لتنفيذ 4 قرارات إزالة لواقية سيارات برادس الغابة، كما تم هدم بناء فوضوي برادس الشط بسبب استيلاء صاحبه على الملك العام لمساحة تقدر بحوالي 100 متر مربع. اكتشاف 400 مسكن مشيد دون ترخيص في المرسى. أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر في تصريح إعلامي أنه تم اكتشاف 400 مسكن مشيد دون ترخيص في المرسى، وأضاف أن نسبة البنايات الفوضوية في البلاد ارتفعت من 3 إلى 30% من كافة البنايات بالجمهورية بعد الثورة، مؤكدا عزم الدولة على تطبيق القانون ضد جميع المخالفين. البحث في سبل التسريع في توفير مخزون عقاري بولاية جابس. توفير مخزون عقاري بولاية جابس على مساحة 240 هكتار كان محور جلسة عمل التأمت يوم الجمعة 11 من نوفمبر الجاري تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيد محمد صالح العرفاوي وبحضور السيد ولي جابس. وتناولت الجلسة سبل التسريع في تغيير الوصف الغابي ل 240 هكتار قبل التفويت فيه لفائدة الوكالة العقارية للسكنة. هذا وأكد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الأطراف لتجاوز العراقيل التي تحول دون تهيئة هذا المخزون العقاري، قصد إنجاز مشروع مستدام متكامل ونموذجي من شأنه الرفع من جاذبية مدينة جابس وتلبية حاجيتها من المناطق السكنية والتجهيزات. تواصل إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بسيدي بوزيد. مكن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي 200 منتفع من مساكن في انتظار استكمال إنجاز بقية المساكن الاجتماعية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجهيز بسيدي بوزيد الهاتفي بولعرس. وذكر بولعرس أن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بسيدي بوزيد انطلق سنة 2012 ويتضمن إزالة المساكن البدائية وتعويضها أو ترميمها على عين المكان، مشيرا إلى أنه تم حصر حوالي 800 مسكن سنة 2012 وفرز المنتفعين على صعيد جهوي ثم على مستوى وطني. وفود عالمية أجنبية تحل بتوزر للترويج لمنتوجها السياحية. أفاد المندوب الجهوي للسياحة بتوزر وقفصة أنور الشتوي في تصريح عالمي بأن وفدان عالميان أجنبيان حل بجهة توزر في إطار عمليات ترويجية للجهة تقوم بها وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة عبر ممثله بالخارج. وتابع أنور الشتوي أن وفدين صحفيين أجنبيين زارا جهة توزر، وهما وفد صحفي من التلفزة البرتغالية الأولى لتصوير جميع المناطق السياحية الموجودة في الجهة، حيث يتم التركيز على مناطق الواحات الجبلية. كما زار أيضا الجهة وفد صحفي إيطالي يضم 7 صحفيين من التلفزة الإيطالية وأحدى الإذاعات الجهوية.
الملتقى الدولي للنقل العمودي تونيزي إليفاتور 2016 من 23 إلى 25 نوفمبر بمقر أوتيكا بتونس. تنظم CTF إكسبو بالتعاون مع الاستشارة والأعمال ملتقى النقل العمودي تونيزي إليفاتور 2016، وذلك من 23 إلى 25 نوفمبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أوتيكا حي الخضرة تونس. ويجمع هذا الحدث الفريد من نوعه في تونس الفنيين والعاملين بالشركات المصنعة لمعدات المصاعد والسلالم المتحركة والرافعات والمكونات كالكهرباء والسلامة والمعادن وشركات الصيانة والتركيب والرفع والخدمات ذات الصلة. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار العقارية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.